أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم في عيد ميلاد الفنانة شدى حسون. تعرف على عمرها الحقيقي وجنسيتها وأصولها ومحطات في حياتها. احتفلت النجمة العراقية شدى حسون مساء أمس الاثنين بعيد ميلادها 39 داخل أحد أماكن السهر في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وسط عدد كبير من أصدقائها. وشاركت الفنانة شدى حسون متابعيها بصور وفيديوهات من حفل عيد ميلادها الصاخب عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام. وظهرت الفنانة شدى حسون وهي ترقص برفقة عدد من صديقاتها خلال الحفل، بالإضافة إلى هتافهم لها عند تقديم كعكة عيد الميلاد. وشاركت الفنانة شدى حسون جمهورها أيضا بمقاطع فيديو وهي تتمايل على أنغام أغنية بنت الجيران لمغني المهرجانات المصري حسن شكوش، بالإضافة إلى أغنية برج الحوت للهضبة عمرو دياب. وهنأ عدد كبير من المتابعين النجمة شدى حسون بعيد ميلادها الذي وافق اليوم 3 مارس، كما تداولوا بعض مقاطع الفيديو والصور من عيد ميلادها، وحرصت الفنانة شدى حسون على توجيه الشكر لهم. وتزامنا مع عيد ميلادها قررت شدى حسون الاحتفال ايضا بطرح احدث اغنياتها مكتفي بك، والتي من المقرر ان تشاركها مع الجمهور على مدار اليوم الثلاثاء. وكانت الفنانة شدى حسون قد كشفت عن بعض تفاصيل اغنيتها الجديدة، فهي من كلمات الشاعرة سمر البحرينية ومن الحان محمد جناحي، وتم تسجيل الاغنية في البحرين. واما الكليب فهو من اخراج اللبناني حسن غدار. واكدت الفنانة شدى حسون في تصريحاتها انها جسدت من خلال هذا الكليب شخصية ناعمة ورقيقة تشبه شخصيتها على الطبيعة. وفي سياق اخر عبرت النجمة العراقية عن مدى خوفها من انتشار فيروس كورونا، حيث نشرت صورة لها عبر انستغرام وهي ترتدي الكمامة الطبية وعلقت قائلة ابقوا بامان. وتعتبر الفنانة شدى حسون من أشهر الفنانات في العالم العربي، وتعرف بلقب بنت الرافدين. ولدت في المغرب في الدار البيضاء لأب عراقي يدعى أمجد يعمل في مجال الصحافة، وأم مغربية تعمل في مجال التدريس، ولديها أخ أصغر منها يدعى وائل. وتنقلت بين المغرب وفرنسا لإكمال دراستها، وحصلت على شهادة الماجستير والدكتوراه في مجال السياحة والفندقية. وهذه هي الفنانة شدى حسون مع والدها. وأيضا الفنانة شدى حسون مع والدتها. ويصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة العراقية شدى حسون والتي أكملت اليوم عامها 39، فهي من مواليد 3 مارس عام 81، وقد بدأت مشوارها الفني عام 2007. وأثناء متابعة دراستها عملت في تنظيم العديد من حفلات المشاهير مثل بسكال مشعلاني ووائل كفوري، وبعدها شاركت في برنامج خاص بالنجوم عرض على قناة مغربية، وفازت حينها بالمرتبة الثانية، ثم انتقلت للمشاركة في الموسم الثاني من برنامج سوبر ستار، إلا أنها لم تفز. بعد ذلك شاركت في الموسم السادس من برنامج المواهب ستار أكاديمي عام 2006. واتت هذه الفرصة من خلال سماع لجنة تحكيم البرنامج لصوتها، حيث أنهم تواجدوا في ذات الفندق التي كانت تعمل فيه، وحينها تمت الموافقة عليها لتبدأ مشوارها الفني.
وأفادت مصادر إعلامية حينها أن أكثر من 7 ملايين عراقي صوت للفنانة شادة حسون، إضافة إلى 5 ملايين شخص موزعين بين الوطن العربي ودول الاغتراب. وبعد فوزها في البرنامج لقبت شادة حسون بحمامة السلام، نظرا لقدرتها على جمع شمل العراقيين خلال الحرب الأهلية في العراق. وتميزت شخصيتها القوية والعفوية إضافة إلى صوتها وإحساسها المرهف، وحققت شهرة عربية كبيرة، فصارعت شركات الإعلانات بخطف شادة حسون لتكون الوجه الإعلاني لها. وتم ذلك من خلال دعاية إحدى شركات الاتصالات التي شارك فيها أيضا الفنان إلهام مدفعي، وقد لاقت رواجا كبيرا وانتشارا واسعا. وبعد ذلك شاركت في إعلان برفقة 3 لاعبين من المنتخب العراقي لتقديم التفاؤل لإعادة إعمار العراق. وتعرف الفنانة شادة حسون بنشاطاتها الإنسانية الفنية، إذ إنها شاركت عدة فنانين عرب بأداء بريط قومي بعنوان ملايين يتحدث عن الأوضاع الأمنية في فلسطين وبغداد. وتعد هي أول مغنية عراقية وعربية تدخل بغداد وتحيي حفلا فيها، وذلك عام 2009، بالرغم من توقعات بعض الفلكيين الذين أشاروا إلى أنها ستغتال في تلك السنة، وبعدها جاءت إلى لبنان واستقرت فيه. وكما تعد أول فنانة عراقية تدخل الكويت بعد حرب الخليج الثانية، حيث استقبلها جمهورها الكويتي وحيت حفلات عدة هناك. وضم العديد من الممثلين العرب ويتحدث عن أوضاع العراقيين الصعبة من أيام الشيوعية إلى فترة ما بعد الدخول الأمريكي للعراق. ونالت أيضا درع تكريمي من إذاعة البحرين FM، وحازت على جواز دبلوماسي مقدم من الحكومة العراقية، وأيضا على جائزة الملكس دور أفضل فنانة صاعدة على مسرح كازينو لبنان عام 2007، وحازت أيضا على جائزة مجلة دير جيست دي جي أفضل مغنية شابة عام 2008، وجائزة مهرجان الشبكة راديو وتلفزيون العرب كأفضل مغنية شابة عام 2008، وجائزة لأبطال مسلسل رسائل من رجل ميت من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2009، وجائزة ملوكس دور كأفضل فنانة شابة عام 2009، ودرع من نادي الصيد ونادي العلوية العراقيين عام 2009، وأيضا على درع تكريمي مقدم من مؤسسة سان جود عام 2009، ودرع تكريمي لشادة حسون ووديع الصافي والشاعرة لميمة عباس عام 2009، وتكريم من المعهد الأنتوني في لبنان عام 2010، كما تم اختيارها سفيرة للسلام من قبل منظمة الأمم عام 2011. وفي رصيد الفنانة شادة حسون العديد من الأغاني، أبرزها ابن بلادي وروح وعشاق والليلة حلوة ومزعلني، لو ألف مرة وباع هوايا، شوفي بين وبينك، والساعة، وقد صور معظمها على طريقة الفيديو كليب. كما يوجد للفنانة شادة حسون بصمة مميزة في النشاطات الإنسانية الفنية، حين شاركت عدة فنانين عرب أداء بريط قومي يتحدث عن الأوضاع الأمنية في فلسطين وبغداد بعنوان ملايين. وعبرت الفنانة شادة حسون عن سعادتها في هذا العمل، معبرة عن انتمائها وحبها الغالي للوطن الأصيل العراق الذي يعاني من قمع الاحتلال، ولأن وطنيتها ليست غريبة عليها، لذلك كانت مشاعرها المتدفقة وهي تغني في الأوبريت لافتة حتى أنها خطفت الأنظار. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.